المصادقة خطوة هامة لجميع شركاء ألتيما بيزنس. بتدير عملية المصادقة إنك تساهم في دعم أمان النظام وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات النظام. في هذه التعليمات ستتحدث عملية مصادقة حساب ألتيما بيزنس. سجل دخولك في حساب ألتيما بيزنس، وفي الجهة اليسرى العليا سترى حالة المصادقة خاصتك. والآن انتقل إلى إعدادات الحساب في الجهة اليمنى. الإعدادات هي Settings. بعد ذلك انتقل إلى واجهة Smart Pass، ومن القائمة اليسرى اختر قسم Verification. املأ جميع الخانات بعناية: الاسم الشخصي، اسم العائلة، الجنس، تاريخ ومكان الميلاد، الجنسية، وبيانات الوثيقة الثبوتية. يرجى استخدام اللغة الإنجليزية لملء جميع الخانات، كما لا يجوز أثناء الملء استخدام رموز من قبيل فاصلة في خانتي مكان الميلاد وجهة الإصدار ولا نقطة في خانة الاسم. بعد ملء الاستمارة انظر على حفظ. إذا وثيقتك الثبوتية لا تحتوي على تاريخ انتهاء الصلاحية، فأضف 5 سنوات أخرى على التاريخ الجاري واذكره في الخانة المناسبة. لا تنسى املأ الخانات بعناية شديدة. انتقل بعدها إلى الجزء التالي، وهو ملء استمارة المصادقة. بدءا من تحميل صورة عن وثيقتك الثبوتية، يجب تحميل ملفين، صورة عادية أو ممسوحة، لصفحات بيانات جوازك السفر أو وثيقتك الثبوتية الأخرى، وكذلك صورتك الشخصية أو صورة سيلفي حيث تمسك وثيقتك الثبوتية بيدك، على أن تكون صفحة البيانات واضحة في الصورة، إذ إن جزءا من البيانات المذكورة في الاستمارة تكون على الوجه الآخر من الوثيقة الثبوتية، فيرجى تحميل الوجهين. يرجى مسك الوثيقة الثبوتية على أن تكون جميع البيانات المطلوبة واضحة. بعد تحميل ملفات الوثيقة انظر على زر التحقق. ننتقل للخطوة التالية، وهي ملء العنوان. املأ جميع الخانات بعناية شديدة والحروف اللاتينية حصرا، وبعد ملء الاستمارة لا تنسى حفظ التغيرات فيها. تحقق من ملئها بشكل صحيح وشكل جيد. إذا كان مكان الإقامة ضمن أحد دول الاتحاد الأوروبي، يتعين عليك تأكيد العنوان المنزلي أيضا، وذلك بتحميل الوثيقة المناسبة. سيتعين عليك تحميل صورة عن صفحة بيانات الهوية أو الجواز، وإذا كان العنوان غير وارد في جوازك ولا وثيقتك، لا تتردد في تحميل أي مستند رسمي آخر يفيد بعنوانك المنزلي، مثل كشف الحساب البنكي، إيصال دفع الفاتورة، أو خطاب من السلطة المختصة، أو مستندات التأمين والحساب الهاتفي، على أن تكون الإفادة صادرة في غضون 3 أشهر من تاريخ تحميلها على هذا السايت. انتبه جيدا إلى أن لائحة المستندات يجب أن تكون في طراز JPEG أو PNG، إذ أن دولة إقامتك ليست ضمن الاتحاد الأوروبي لا داعي لإثبات العنوان. يرجى مراعاة أننا ننظر في المستندات الواردة فيها البيانات المطلوبة باللغة الإنجليزية فقط. بخلاف ذلك لا بد من ترجمتها إلى الإنجليزية عند ترجمان محلف. سنبلغك فور إتمام مصادقة حسابك، وسيتواصل معك فريق الدعم في حال ورود بعض الاستفسارات حول استمارتك. نوصي بتفقد بريدك الإلكتروني من وقت لآخر المرتبط بسمارت باس لكي تكون معنا.